سيدة ناجحة عيسى حمود، عضو مجلس البلدية نانوت، مواليد 1970، كأول رائدة في نانوت، أول امرأة تقلد هلبة مناصب، ولي الفخر ولي العزة بأنني نكون يعني من رائدات ليبيا، لأن المرأة لها دور في بناء المجتمع. قلدت يعني اولا 2007 كنت مدير مكتب الشؤون الماليه والاداريه لقطاع التعليم يضم 23 منطقه من الغامس لجوش، طبعا ايضا مدير مكتب رياض الاطفال ل 23 منطقه من الغامس طبعا لجوش، هو من 2012 2014 اول ناشطه في مؤسسه المجتمع المدني، أول من نشيل العائلات النازحة، العائلات السورية التنسخوا لليبيا في 2012. أيضا من ناحية النشاطات طبعا في كل الميادين موجودة، أي نشاط يطلب المبادرة ويطلب التطوع فالحمد لله، يعني هذا دعم طبعا من العائلة ودعم من زوجي وعائلتي. طبعا نصيحتي للشباب الليبيات وبالاخص في الوقت هذا، نتمنى ان كل اللي عندها طموح، اللي عندها رغبه ان تكون تثبت وجودها في مجتمع، في بناء المجتمع في اي مجال، تشجع روحها، تمكن روحها، تثقف روحها، ايضا تكون لها علاقات بذات المجال اللي هي يعني تبي تواصل فيها وتبي تبدع في المجالات اللي مهتمة بها. ونشوف أن أكثر شيء اللي يدعم المرأة هو الأسرة، يعني نتمنى أن هي أول حاجة تشجع روحها وتخلي الأسرة هي تشجعها في إظهار الطاقة هذه.